يمكن دكتور عمرو كنا لسه بنتكلم قبل ما نطلع الفاصل، كل واحد فينا مصاريف الجامعه، مصاريف المدرسه، مش عارف مصاريف البيت، الاقساط بتاعت ايه اللي بتاع، فالواحد حاسس ان هو واقف في النص، عمال يقابل حاجات كتير، ولكن بيبقى مستني الراحه النفسيه ان هو قدام ده يحس ان هو مرتاح في البيت. ناس تقول لك انا مستعد اعمل اي حاجه، بس ابقى في النهايه ادخل البيت مرتاح، ما بقاش عايز افكر انزل مع اصحابي، انزل امشي في الشارع، عايز اقعد على القهوه، عايز اروح في حته. نوصل ازاي لده؟ يعني انا عايز اقول ان في فيتامين مهم جدا جدا في حياتنا الزوجيه دلوقتي، هو فيتامين الامتنان. والله ده واجب شرعي على على الجميع. اقراص ده ولا وريد ده بيتاخد ساعات بيبقى من الناس محتاجين حقن، لان الناس في الحقيقه بيبقوا محتاجين الامتنان ده بشكل كبير جدا جدا. يعني الراجل مش محتاج فقط غير ان حد يمتن له، والمراه برضه مش محتاجه فقط غير ان هو يمتن لها. اللي هم بيعبروا ساعات عنه بالكلمه الحلوه، بس هو الامتنان في الحقيقه ما بيبقاش كلمه حلوه بس. الامتنان انا يعني الامتنان ممكن يكون في اربع اشكال. الامتنان في شكل الكلمه، بس الكلمه ما تكونش الكلمه في الحقيقه كلمه منزوعه الدسم زي ما بيقولوا، منزوعه المعنى تحت الضرس كده. شكرا. كلمه شكرا انت بتشتم ولا ولا بتمتن؟ طب وايه يعني؟ ما انا كمان بتعب، ما انا كمان بعمل. ما هو دوت، هو دوت بقى، هو دوت اللي بيوجع. اللي هو في الحقيقه ان في الاخر خالص ان الواحد كانه بيقطع من جلده، كان الامتنان دوت مش هو بيعمله عشان يعمل ايه، يستثمر في شريك حياته. كل واحد فينا لازم يستثمر في شريك حياته. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سيده، بيقول كده بشكل واضح، يسالوا من احب الناس اليك، يقول عائشه. في حاجه اسمها الاستثمار في شريك حياتك، ان انت تكبر شريك حياتك. كل ما تكبر شريك حياتك حاجه مهمه جدا جدا جدا. الاستثمار في شريك الحياه، في شريك الحياه الاستثمار في شريك الحياه ليه ثلاث اركان. الركن الاولاني ديمومه الامتنان، ان الانسان ما يمتنش ويقول خلاص انا امتننت خلاص. وانت عرفت فكره ان انت ما انت عارف دي لازم تمتنع عننا. الامتنان ده عامل زي بالظبط زي غذاء الروح، ان الواحد يحس ان هو. كانت السيده عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها حبك في قلبي كمثل العقده، فكل شويه تيجي السيده عائشه تقول له كيف حال العقده يا رسول الله، يقول لها كما هي. يبقى ايه اللي حاصل؟ طول الوقت الواحد محتاج ان هو يطمئن على ان هو ان لم يلتقي في مراق الحب في قلب شريك حياته على الاقل يطمن ان هو فيه. يبقى اول حاجه لازم نعملها ديمومه الامتنان. الحاجه الثانيه في الاستثمار كمان في شريك الحياه، ان انا دايما احسسه ان انا كمان بفتح ابواب جديده عشان الحاجات الحلوه اللي فيه. في بعض الاحيان بيبقى في حاجات حلوه في شريك حياتنا ما بنحاولش ان احنا نفتح ابواب ومجالات فيها. يعني مثلا انا عارف ان هو شخص بيعرف يدير الحوار، ما خليه يقعد كده ويدير حوار بيني وبين الاولاد ونفضل نعرف نتكلم. انا عارف كويس جدا جدا ان هو بيعرف يدخر، طب ما انا اديله وهو يدخر واشكره على هذا الادخار. لازم تكتشفش ان شريك حياتها كان كويس الا بعد الانفصال. الله يا سلام. ان شاء الله يمكن في البرد الناس بتبقى منوره الافكار بتبقى جايه دفء. ايوه صح، صحيح طالعه سخنه من الدماغ. والله انا عايز اقول كده والله. يا جماعه احنا مش محتاجين نفقد احبابنا ولا نفقد شركاء حياتنا ولا نتهدد. في ناس كتيره، وفي بعض الاحيان على فكره شريك الحياه بيبقى عارف كده فيهدد شريك حياته ان هو يفقده. والله شفت ناس، وخاصه بنتكلم بصراحه، وخاصه رجاله، ايه اللي يحصل لما يحس ان هو هيفقد؟ يبتدي يقول انا هتغير. هو كان من الاول. وانا في جلسات والستات برضو بنفس الكلام، نفس الكلام. عارفه قيمه الراجل اللي معاك. يعني اقول لحضرتك حاجه، يجي تيجي تقول لي هو ما بيتغيرش، اقول لها لا، انا اعرف الراجل امتى هيتغير. لما يحس ان هو يتهدد بيتغير. كمان هي الست لما، وفي بعض الاحيان الرجاله بيبقوا عارفين كده، يعني يقول لك ايه انا هطلقها عشان هي تتغير. ليه في بعض الاحيان احنا ليه لازم نفقد احبابنا ولا نتهدد في احبابنا عشان نقدر نتغير؟ الحاجة التالتة ومهمة ان احنا لازم نعملها مع ان احنا ناخد نفتح مجالات جديدة لاحبابنا عشان الحياة الحلوة اللي فيها تستمر. حاجة مهمة جدا 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 ان احنا طول الوقت لازم نتكلم بعض عن نفسنا. صح، لازم نتكلم مع بعض، لازم اخليه يطلع هو عايز ايه واحلامه ايه وافكاره ايه. الحاجات دي انا دايما بقول للناس، لما حد يجي يكلمك، لما يجي جوزك يكلمك عن نفسه، لما تيجي مراتك تكلمك عن نفسها، ده وقت مقدس اسمعها. صح، لان ده بيطلع حاجات ممكن تفتح لنا ابواب لما نستثمرها. والله تفتح ابواب السعاده. طبع. مفيش بعد كده طبعا 100%. احيي حضرتك يعني، احيي حضرتك.